معليش كيما حبيت انا. تم وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة، تخزين، نقل، شراء قصد البيع للمؤثرات العقلية وكذا المخدرات من نوع قنب الهندي. على إثر العملية تم ضبط كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية وكذا المخدرات من نوع القنب الهندي. تم تفكيك عناصر هذه الشبكة والمتكونة من 4 أفراد مشتبه فيهم. تم إيقاف 2، الثالث في حالة فرار، والرابع متواجد في المؤسسة العقابية تم تقديمه من طرف مصالحنا. كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء مختلف الأنواع والأحجام وعائدات المخدرات مبلغ مالي، وكذا حجز السيارة التي كانت تستعمل من طرف أفراد هذه الجماعة في نقل وتوزيع و بيع وترويج هذه السموم. كما تم حجز مجموعة من المفرقعات الألعاب النارية وتعتبر جد خطيرة والتي تستعمل من طرف أفراد هذه الجماعة في الدفاع عن نفسها أثناء الإيقاف وأثناء عمليات التفتيش. هذه الكمية المعتبرة تم ضبطها من خلال عملية الإيقاف وكذا تفتيش منازل الأشخاص.